جي دي اكس على هذا الشكل، رد البال. هذا الشكل هذا دائما تعملها بهذه الطريقه اللي بينا نكتبوا من تحت. جي دي اكس سؤال هي لا ودروس الاشاره، بعدا نهضروا شنو هي الاشاره. الاشاره شنو تعرف انت على الاشاره؟ كاين بلوس وكاين مو، ياك شنو تعرف؟ الاشاره كاين هي بلوس هذا موجب، وكاين مو هذا سالب. باش نعرفوا العدد واش موجب او لا، الداله واش موجبه ولا لا، وباش نعرفوا واش سالبه ولا لا. الا كانت الداله جي لي اكس كبر من الزيرو تيكون بلس، ياك. والا كانت جي لي اكس صغر من الزيرو تيكون مو. كاش صغر من الزيرو؟ كاين شي عدد زعما صغر؟ كاين عدد صغر من الزيرو، ناقص ناقص 3 ناقص 4. بحال دابا انت مشيتي للبنكه و تيتسالوك مليون، شحال عندك انت؟ شحال عندك الفلوس؟ عندك ناقص مليون، واش نتي الفين؟ الا عندك في الكونت فلوس زايدين عندك زائد مليون، زائد مليون فوق داكشي اللي اي ديما موان تيكون عنده علاقه بالخساره، و بلوس عنده علاقه بالربح. بالربح يعني شحال زايده عندك موان شحال ناقصه لك. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. ياك ما قيوه تفهمنا؟ هذا هو المعنى ديال البلوس والموان. المهم ما عليناش، كبر من الزيرو قلنا هي موجب، صغر من الزيرو سالب. دونك كما قلت لك ودوز الاشاره خصني نعرف فين كبر من الزيرو فين صغر من الزيرو، خصك تعقل على هادشي. صافي مزيان، غنجيو نديرو واحد اللعيبه شويه. الاعداد الحقيقيه اخ كاين من موان لانفيني حتى البلوس لانفيني. اي عدد قلنا لك تنتمي لاخ، قلت لك الا قلت لك اكس تنتمي لاخ، دونك كاين هنايا من موان لانفيني حتى البلوس لانفيني، يقدر يكون موجب سالب يقدر يكون تيساوي زيرو. اخ باش تفرق تفرق بزيرو، زيرو اش الاعداد اللي علي من ديالو كبر منه. اذا كان اكس هنا راه كبر من زيرو، دونك اش هنا في هذه الحاله اكس كبر من زيرو، دونك موجب ولا سالب؟ موجب. دونك عندنا بلس. اذا كان على اليسار ديال زيرو سالب، صغر من زيرو، صغر من زيرو، دونك سالب كما قلتي. دونك زيرو هو اش يجي لنا زيرو د الحرام، هو اللي تيفرق لنا ما بين الموجب والسالب، فاهمين هذه؟ فاهم. دونك الا قلت لك ندرسوا الاشاره ديال جي لي اكس غالبا في الحاله، المهم كاين شي حالات تي خصني نعرف فين هذيك جي اكس تساوى زيرو. الا عرفت فين تساوى زيرو تنعرف ان اللي من ديال زيرو مثلا تيكون موجب، او لا اليسار ديال زيرو تيكون سالب، او لا تيكون على اليسار ديال زيرو موجب، او لا. صافي مزيان. على حسب الحالات غنبداو بجي اكس الاولانيه. هاد المثال خصنا نضبطوه، هو بسيط ومهم. غنديرو جوج اكس ناقص واحد، بغينا نعرفو هادي فين تا موجبة فين تا سالبة، وقلنا اكس تينتمي لاخ، تتسمى الدالة الحدودية من الدرجة اللولى. وقت ما لقيتي عدد مضروب اكس زائد عدد أولا ناقص عدد، إلا بغيت ندرس الإشارة ضروري نعرف فين تا هادي تتسوى زيرو. صافي دونك اش جوج اكس ناقص واحد تتسوى زيرو، اشني يكافئ يعني بحال هادشي، بحال هادشي اللي بين كتبين. غادي خصني نحل هاد المعادلة، خصها ناقص واحد. اشني تنحل المعادلة؟ نقلب على اكس، الا في التعوض في جي لي اكس بيعطيني زيرو، يعني خصني نعزل هذا بوحدو. باش نعزلو خصني نحيد ناقص واحد، الا بغيت نحيد ناقص واحد خصني نزيد واحد هنا ونزيد واحد هنا، فهمة؟ ناقص واحد زائد واحد راه هي زيرو، بيمشي بحالو باين. دونك جوج اكس صفر زائد واحد هو واحد، فهمتي البلان؟ جي اكس تساوي صفر، اي جوج اكس تساوي واحد، يكافئ. خصنا نحيدو هاد جوج من هنا، عرفنا الا قسمنا على جوج هنا وهنا اش بغيت تربط؟ تمشي هاد جوج مع هاد جوج ويبقى لنا اكس، احنا لقينا اكس، فهمتي البلان؟ ايه. دونك اكس قلنا شحال تيسوى؟ واحد على جوج، حيت قسمنا على جوج نقصنا على جوج. مطلبه الا عوضنا بواحد على جوج في جي لي اكس عطاتنا جوج في واحد على جوج هي واحد، واحد ناقص واحد هي زيرو. دونك لقينا فين تا جي لي اكس تتسوى زيرو، الا كان اكس يسوى واحد على جوج، متفقين؟ بين هادشي. هادو المعادلات ديال السبعة، قريتي السبعة؟ ناسي عشر سنين. يلا شوف هاو جدول الإشارة. دابا تلف ستة باش بنشرح ليك، ما باقيش عرفت واش تسبق ولا نوخر. صافي باين هادشي كلو تنديروه بجدول. ها إكس دائما تندير لالين الفوقانية فيها إكس، و إغ قلنا شنو هو إغ؟ إغ هو من موان لانفيني حتى البلوس لانفيني، مزيان. وهنا تندير جي لي اكس اللي بغيت الاشاره ديالها. قلنا فين تا جي لي اكس تساوى زيرو، الا كان اكس يساوى
واحد على جوج. الا كان اكس يسوى واحد على جوج، جوج اكس ناقص واحد تسوى زيرو ليا جي لي اكس. هادي هي المعنى ديالها، بحال هاد السطر بحال هاد السطر، اكس تساوي واحد على جوج، دونك جوج اكس ناقص واحد تساوي زيرو. صافي باين. هيا بحال قلنا الا عندي شي اكس هنا تنكون عوضت في جي لي اكس، الا عوضت واحد على جوج جي لي اكس شبه تعطيني زيرو. هاي اقول الرمز ولا صافي مزيان. تنجي لي من ديال هاد زيرو اش تندير؟ تنشوف الاشاره ديال العدد اللي مضروب في اكس هنا في الاول، الاشاره ديالو كي دايره موجبه ولا سالبه؟ موجب. دونك بيدير هنا بلس، وقلنا الا دزنا من بلس ودزنا على زيرو اش تندوزو؟ على كون كان هنا موان ودزنا بيعطينا بلس. بلس اش تعني هاد الهضره؟ الا كان اكس شورت البال، الا كان اكس ما بين ناقص ما لا نهايه دار واحد على جوج، جي لي اكس كي تتكون سالبه صار من الزر. و الا كان اكس من واحد على جوج دار بلس لانفيني تتكون موجبه. صافي يعني اش اذا كيف ما كان اكس، هادي كيف ما كان اكس تنتمي يعني كاين في وسط المجال ناقص لا نهايه حتى لواحد على جوج، جي لي اكس قلنا كي دايره في هذا المجال سالبه، هاهي صغر من الزيرو. صافي او يساوي حيت الداخل، و كيف ما كان اكس في المجال واحد على جوج حتى زائد لا نهايه، جي لي اكس كي دايره موجب. حنا تيكفينا هذا، هذا درسنا الاشاره. دابا نجيو الى بغيتي كاع تيقلو جرب اي عدد هنا كبر من واحد على جوج، عطينا ثلاثة مثلا، الى عوضتي في جي لي اكس تعطيك نتيجة موجبة. هاهي جوج في ثلاثة ستة ناقص واحد خمسة موجب. شوف اي عدد صغر من واحد على جوج، مثلا زيرو جوج في زيرو هي زيرو، زيرو ناقص واحد هي ناقص واحد، بيعطيك نتيجة سالبة. المنطقي انا عطيتك مثال تقاد انت هاديك اللي اش ما فهمتش نتاع المعادلة. دونك سيبا نديرو معادلة هما الاولين واقيلا، واخا بلاتي نديرو معادلة اخرى هما الاولين. حيت المعادلة هنا معرفتش تحلها، معرفتش عرفتي كاع هادشي اللي موراها. صافي داكشي موراها راه ساهل. يلا قلنا اف لي اكس رد البال، غنديرو حنا ثلاثة ناقص اكس. بينا جدول الإشارة، إلا بنا إشارة قلنا ديال هاد الشكل، عدد مضروب في اكس ناقص واحد في اكس زائد ثلاثة، قلنا شنو تنحلو المعادلة تساوي شحال؟ صفر. تنديرها تحل أنا تنديرها من عندي، ثلاثة ناقص اكس يساوي صفر يكافئ، يعني هنا زائد ثلاثة خصنا نقصو ثلاثة من هنا ياك، وين ناقصنا 3 من ناقصنا 3 من الجهه الاخرى. صافي واضح. دونك شنو تعطينا؟ ناقص اكس يساوي ناقص 3. مزيان هذا ناقص 1. ديما تمشي بالعدد اللي عندي، الا كانت 4 انت بيجي ناقص 4 تقبل الاشاره، ناقص 4 زائد 4 تولي زائد 4. فوالا صافي مزيان. عندنا ناقص اكس، الا بغينا نحيدو هذا الناقص خصنا نقسمو على ناقص 1 نورمالمون. صافي غير واحد الحاجه، وقت ما لقيتي ناقص اكس تساوي شي حاجه حيد ناقص من هنا وقلب الاشاره كاع داكشي اللي كاين في الجهه الاخرى نديرها زائد. اي دونك اكس تساوى زائد 3. لقينا الحل، متى نلقاو الحل اش تنديرو؟ جدول الاشاره. دابا عاد تنديرو جدول الاشاره. هذا الحل ما تيكونش طويل، تيكون دغيا كلها غالبا تيكون ساهل، غالبا تيكون ساهل، حيت حنا الهدف ديالنا ماشي هو دابا حل المعادله، الهدف ديالنا نحلو المعادله باش ندير جدول الاشاره. غير شخص قول له الله من اللي متعودو بزاف المرات، بزاف المرات في تمارين غير هادو تعاودهم، غير تعاود غير هادو تمارين هما هادو تعاودهم، تشوف السؤال تعاودهم نتا راسك. صافي وندير جي لي اكس، حيت بنا اشارة ديال جي لي اكس رد البال، اغ قلنا اكس تنتمي لاغ دونك من موال لانفيني حتى لبلوس لانفيني، والحل ديال المعادلة ديال جي لي اكس تساوي صفر اللي لقينا هو ثلاثة. إلا كان اكس يسوى ثلاثة جي لي اكس تساوى زيرو. كيفاش إلا كان تيسوى ثلاثة؟ ياك شي قلنا الا كان اكس يساوي 3، 3 ناقص اكس تساوي صفر. يلا عوض اكس ب 3، 3 ناقص 3 شحال؟ ديما تكون عندنا الزيرو دائما. الا كان الحل، الا كان الحل ديما كاين الزيرو، الا ما كاينش الحل لا ما كاينش الزيرو. كيفاش ما كاينش الحل؟ يعني واش كاين شي عدد اللي غادي نعوضو يعطينا الزيرو؟ حنا عوضنا ب انت بارد البال اكتب عوض هنا ب 3، جي ديال 3 هي 3 ناقص 3 هي شحال؟ هي صفر. انا مثلا قلت نحلو المعادلة نقلب على العدد اللي بين عوضو في جي اكس باش يعطيني الزيرو، بعض المرات ما تيكونش انا نصوض دوك اللي ما تيكونش فيهم. صافي انا بقاو يتقاد قد بدا نعرفو هذا الا كان تنجي لي من ديال الزيرو ديال سالب تنجي الاشاره ديال العدد اللي مضروب في اكس سالب، الا زدنا من الزيرو
لا هناك لا لا نديرها موجب. لا 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 تجي الإشارة تجي العدد المضروب في إكس. أشو ثلاثة مضروب في إكس؟ ناقص أشو مضروب في إكس؟ ناقص ناقص، دونك ناقص واحد مضروب في إكس. داك الشيء شقلبتو صافي؟ إلا كانت زائدة نديرو كون كان زايد كون درنا بلوس. دزنا من الزيرو شبيه ولي؟ بليس. وحنا لقينا الإشارة ديال الشيء اللي إكس صافي؟ صافي يلا ثلاثة دابا نعطيك دابا جي ليكس قد تاجي نتا راسك غنديرو جوج على ثلاثة إكس زائد واحد إكس ينتمي للآخر. يلا قد لنا دابا نتا راسك ولا مشيتي بهاد الطريقة صفر ناقص واحد ماشي أنا فين المشكل واخا هي المهم واخا ثقيلة ولكن ماشي مشكل المهم صحيح صافي المهم ما عليناش دابا قلنا حدودية عدد في إكس زائد عدد كيفاش حدودية المهم حدودية إكس على السطر صافي هيا قلنا تنديرو المعادلة من هنا جوج على ثلاثة إكس زائد واحد تساوي صفر يكافئ قلنا خصنا نقصو هاد واحد من هنا نقصو واحد من هنا وخصنا نقصوه من الجهة الأخرى متنساش وغنحيدو دونك هي جوج على ثلاثة إكس تساوي ناقص واحد صافي صفر ناقص واحد هي ناقص واحد يكافئ قلنا ناقص واحد هاد العدد اللي تيكون ديال الفوق تنقسمه عليه والعدد اللي تيكون ديال تحت تنضرب فيه دونك إكس تساوي شنو نسجل تتسوى ناقص 3 على 2 لقينا الحل ديال المعادله جي ليكس تتسوى صفر يعني ج ديال ناقص 3 على 2 تيسوى صفر اش تعني الا عوضنا اكس في هذا التعبير الا عوضنا بناقص 3 على 2 وحسبنا بلا نلقاو زيرو صافي كدير كتبت شوف باجي هنا باش تكون اييه الله يعطيك الصحه صافي ناقص 3 مقسوم على ناقص اييه هاو ها هو اكس وقلنا تيكون الفوق اكس والتحت الجي ديال هذاك اكس اكس فين كاين قلنا كاين في ار دونك من موان لانفيني حتى بلس لانفيني وتنجي للحل ديما تكون موان لانفيني لا ماشي ديما على حسب الى عندنا ار حنا نمشيو دابا بمتر بمتر كل متر نحاولو نميتريزيو صافي قلنا الجي ديال ناقص 3 على 2 قلنا شحال يعطينا زيرو مزيان لي من ديال الزيرو اشاره ديال هذا اللي مضروب في اكس ما تشوفش هنا حنا هادي اللي هنا اللي مضروب في اكس تنشوف المهم اللي مضروب تنقلب على اكس اش لاصق فيه لاصق فيه اخويا جوج على ثلاثة اللي صار ديال جوج على ثلاثة فيه ما فيهش ناقص دونك بلوس الا فيه ناقص راه ناقص صافي تنجي هنايا ندير بلوس بلوس دزنا من زيرو مو صافي يلا نديرو ربعة تعاود تقاد تعاود تاني هادي ميتا نتا غنديرو اسيدي ثلاثة على ربعة ناقص نديرو اسيدي نديرو اكس على جوج يلا سير قلنا بنا الاشاره ديال 3 على 4 ناقص اكس على جوج هنا بنا هذه الاشاره تنشوفوا هذه الجي اكس هي هذه تساوي صفر فهمت بغات تكون تساوي صفر 3 على 4 ناقص 3 على 4 ناقص اكس على جوج تساوي صفر قلنا غادي نحيدوا 3 على 4 الاولى دونك خصنا نقصوها من هنا تولي ناقص دونك خصنا نقصوها من الجهه الاخرى فوالا يكافئ اكس على جوج ناقص اكس على جوج تتسوى صفر ناقص 3 على 4 هي ناقص 3 على 4 عندنا هنا ناقص 1 على 2 حنا نضربو نديرو ناقص اكس هذا اللي قلنا في المقام تنضربو فيه البسط الجهه الاخرى تعطينا هي ناقص 3 في 2 على 4 مزيان دونك ناقص اكس تيسوى ناقص 6 على 4 دابا بنحيدو ناقص من جهه الاكس قلنا علاش حيت هنايا في هذا التعبير ان اكس ماشي ناقص اكس صافي واضح دونك قلنا حيدنا ناقص من هنا تنقلبو الإشارة لكاع تشوف في الطرف الآخر إكس تساوي يعني تسجلو معاك هكا باش باش إلا كنتي تتفرج تسمع عاوتاني هاد الهضرة هادي صافي دونك إكس قلنا تتسوى 3 على 2 هي 3 على 2 ونزيد دابا جدول الإشارة جدول الإشارة قلنا فيه جوج ديال السطورة ستوندار نورمالمون لا لين الأولى فيها إكس علاش تينتمي ولا في تا بلوس لانفيني علاش حيت عندها دالة حدودية ياك وسط الاخر جي اكس وتنشوف فين تتنعاد من جي اكس 3 على 2 ها هو اللي من ديال الزيرو تنديرو المعامل اللي مضروب في اكس ناقص 1 على 2 دونك الاشاره ديالو سالبه موان دزنا من الزيرو بلس صافي خمسة اف لي اكس غنديرو ناقص 3 على 4 اكس زائد ندير سيدي جوج الى
جوج الى خمسه. يلا زيد نزول الاشاره ديال هادشي بنفس الطريقه. جي لي اكس قلنا غادي ناخذ هاد التثبيتات سوا صفر ناقص 3 على 4 اكس زائد 2 على 5 تساوي صفر يكافئ. داك ما فيهش اكس وزن حيدو. اي داك اللي ما لاصقش فيه اكس هو الاول. ناقص 3 على 4 تساوي ناقص 3 على 4 اكس قلنا نقصنا حيت كاين زائد غادي نقصو وكان ناقص كون زدنا صافي. ناقص ناقص 2 على 5 غادي نديرو هاد القضيه قلنا بيبقى عندنا ناقص اكس غادي نضرب 3 في التحت هي 15 3 في 5 ونضربوا 8 4 في 2 هي ناقص 8 صافي. 4 في ناقص 2 هي ناقص 8 وعندنا ناقص من نحيدوا ناقص بحدا اكس فتعطينا هي 8 على 15. لقينا الحل. ملي لقينا الحل غادي نديروا جذور الاشاره اكس جلي اكس قلنا اكس ينتمي لار دونك من موالا في تال بلس انفيني 8 على 15 هو الاشاره ديال العدد اللي نضرب في اكس ناقص زدنا بلس صافي. غنزيدك اخر مثال 6 غادي نديرو جي لي اكس اخر مثال في هذا الشكل هذا جي لي اكس غادي نديرو اسيدي غادي نديرو ناقص 1 على 2 زائد 2 اكس و اكس ينتمي الى اخر. يلا حاجة صعيبة على لا النيفو اخر زيد شوية زيد شوية في النيفو ناقص 1 على 2 زائد 2 اكس تساوي صفر يكافئ. قلنا هذا هو العدد اللي بيتحيد عندنا ناقص 1 على 2 خصنا نزيد 1 على 2 باش يعطينا 0 دونك 2 اكس 0 زائد 1 على 2 هي 1 على 2 عندنا 2 في اكس دونك 2 بطبط لتحت دونك اكس غتولي 1 على 2 في 2 اللي هي 1 على 4 صافي مزيان. نديرو بحال هكا باش نسجلو بعدا اكس ناقص لا نهاية زائد لا نهاية قلنا الحل هو 1 على 4 جي لي اكس تنعاد في 1 على 4 على قولة الله اكبر العدد اللي نضرب في اكس هو زائد 2 دونك هنا زائد وهنا ناقص. ناقص مزيان 7. قبل ما ندوزو ل 7 قلنا جي اكس ناقص 1 عامل 3 ناقص اكس يساوى 0 فهمت. إذا كان عندنا جداء تيسوى قلنا زيرو دونك هاد العامل تيسوى صفر أو هاد العامل تيسوى صفر ناقص واحد كتساوي صفر أي زوا أو تلاتة ناقص إكس تساوي صفر. تلاتة ناقص إكس تساوي صفر دير يكافئ إكس يساوي واحد يساوي ناقص أو لا لا إكس يساوي واحد أو ناقص إكس تساوي ناقص تلاتة يكافئ إكس يساوي واحد أو إكس تساوي تلاتة أي زوا. لقينا دابا الحل. دابا ندير جذور الإشارة جذور الاشاره ضروري انت خصك ما تخليهمش في لا اكس علاش هنا وهنا شوش اش اش لا ما فهمتينيش زعما ما يبقاش هنا ناقص اكس ما يبقاش ناقص اكس علاش لان هنا انت نحطو اكس شحال تيسوى كون كان هنا ناقص اكس خصك يكون هنا ناقص اكس اي خصك تجيب انت فهمت ناقص لا نهايه زائد لا نهايه تنجيرو العامل الاولاني اللي هو اكس ناقص واحد العامل الثاني اللي هو 3 ناقص اكس وهنا جي لي اكس وتنشوف الحلول اللي لقيت ديما قلنا تنديرو الصغير هو اللي على اليسر والكبير هو اللي على اليمين دائما دونك هنا واحد هنا ثلاثة صافي. قلنا تنشوف هاد اكس ناقص واحد شنو تساوي صفر تمشي للمعادلة ديالي اللي حليت اكس تساوي واحد فاش هاي اكس تساوي واحد عطاتنا اكس تساوي دونك هاي تساوي واحد تساوي صفر لكن اكس يساوي علاش نديرو ديك الصفر تما اش يعني الصفر تاني انه واحد الى عوضتي هنا في اكس واحد ناقص واحد هو صفر اذا هذا هو اللي تيساوي انت فهمتي فهمتي هذا ماشي سوا الزيرو الا عوضت بواحد بعد 3 ناقص 1 هي 2 ماشي سوا الزيرو حنا تيمنا الزيرو تمشي للعمليه تاعو بلا ما تقلب وداك الله يعطيك الصحه ودا جيت انت زوير هنايا وعلاش هادو بيعطينا 0 0 حيت الا عوضت هنايا بواحد 1 ناقص 1 0 0 في 2 هي 0 الله يعاون هي جي ليك تبغى تعطيك 0 بلي طري علاش حتى كاينش تناقض القاعده دائما انت تجي تشوف عطيني عوضنا ب 3 جي ديال 3 3 ناقص 3 0 3 في جوج هي زيرو شي رسمه ما كاينش تناقض حتى جي لي اكس الى عطو فيها بواحد بغا تعطيك زيرو عطو فيها بثلاثه بغا تعطيك زيرو فهمتي البلان تنجي نوقف هاد الزيرو تنجي اليمين ديالو سالب لا تنشوف الاشاره ديال العدد اللي مضروب في اكس موجبات بلوس ما زدناش من زيرو بلوس زدنا من هنا موان تنجي اليمين ديال الزيرو
ناقص اكس. دونك هنا اشاره ديال العامل سالبه موجبه موجب ايزوا موان في بلس سالب بلس موان صافي ماي مزيان. نعطيوك مثال اخر دابا تقاد تنطى راسك صافي. جي لي اكس غادي نديروها سيدي هادشي تونجستخا ولا لا. جي لي اكس سيدي غادي نديرو فيها واحد زائد ثلاثة على أربعة إكس عامل إكس زائد جوج. طبعا هنديرو كاع إكس ناقص جوج ديرو إكس ناقص جوج. شوف عندنا في الأول هادو كان عندنا فيهم إكس أس واحد، دابا عندنا إكس أس جوج هو أكبر أس. مزيان رد البال، الا بغيت ندرس الاشاره ديال هادي خصني نحل تاي معادله تساوي زيرو، يعني خصها تكون تساوي زيرو. فهمت؟ اكس اس 2 زائد 4 اكس ناقص 5 يساوي صفر. تاخذ واحد الحاجه سميتها دلتا، تكون سمعتي بها شحال من مره. دلتا تيخصنا واحد العدد سميتو ا، واحد العدد سميتو بي، واحد العدد سميتو سي. منين تنجيب هذا العدد ا؟ هو العدد اللي مضروب في اكس اس 2. شنو العدد اللي مضروب في اكس اس 2؟ في هنايا واحد، حيت عندي واحد اكس اس 2 ها هو واحد ها هو صافي. بي منين تنجيبو؟ هو العدد اللي مضروب في اكس، الله يعطيك الصحة، هو زائد 4. تنشدو بهاد الإشارة اللي عندي هنا، يعني زائد 4 فوالا، كون كان ناقص 4 كون درنا ناقص صافي واضح؟ ما ناقصكمش. سي هو العدد اللي ما لاصق لا في اكس لا في اكس اس 2، وهاد الاعداد تعاوني باش نحسب واحد الحاجه سميتها دلتا. دلتا خصك تحفظو هو بي اس 2 ناقص 4 اس. تكتبوها هكا انت؟ تكتبوها هكا ضروري، هكا خصك تجاوب. رتب على نعقل معايا على حاجه وحده، فين ما كان شي حرف عضو بقوسين ناقص 4 مضروبه في ا او ضربنا بقوسين مضروبه في سي، اشكال هنا بي تمشي للبي تنحطو هنايا فهمه. تمشي لاش شنو هو؟ واحد نحطو في بلاصتو. تمشي لسي تنعوضو بالقيمه ديالو التوالي لقيت باينه مزيان هادشي. في التالي هنا مكاينش المشكل، وغادي تنسى عليك هي، غادي تنسى عليك غير خصك تحفظو صافي. دلتا كيساوي بي اس 2 ناقص 4 اس، هذا هو دلتا، و ا هو العدد اللي مضروب في اكس اس 2. اس ما نفعتنا بوالو، لا لا انت دابا تشوف حنا غادي نحسبو. خصنا كالكلاتريس، هادشي تكتبو في كالكلاتريس. جيبها باش نوريك واش كنبيها. قلنا فين هي كالكلاتريس؟ غادي تشد هاكا شوف. موجب مافيهش مافيهش ناقص، إلا خرج ليك مافيهش ناقص، إلا خرج موجب. دونك هاد المعادلة عندها جوج ديال الحلول. هادي كتلف ليا هادي، عطيني واحد كاينة هاكا هاهي سبعة، هاهي هادي سبعة، هذا كبر من هذا سبعة، وهادي أربعة. من اللي في اليسار صغر من اللي في اليمين. دابا هذا كبر من زيرو. أيه صافي، أيه الله يعطيك الصحة صافي. الناس كبر من الزيرو، إذا دلتا موجب. موجب إلا كان دلتا موجب تيكون عندنا جوج ديال الحلول، إكس واحد و إكس جوج صافي. مزيان عقلنا شنو ندير؟ لتحت تندير جوج أ، وهنا تندير جوج أ بحال بحال. هذا تندير فيه ناقص بي، وهذا تاو تندير فيه ناقص بي، شتي بحال بحال. فين كاين الفرق؟ هنا ناقص جذر وتندير دلتا، وهنا تندير زائد جذر وتندير دلتا. إذا فهم واحد فهم اثنين. أي صافي، وتندير بحال هكا. شنو ناقص بي؟ تنشد بي تنقلب ليه الإشارة. ناقص 4. ناقص 4، ناقص شنو هو جذر؟ شنو هو دلتا هو؟ 36. تا إذا نعوض، جوج في أي جوج في واحد. 36 صافي؟ 36 أ. أي جوج أ. هي جوج ديال واحد. جوج عاطينها ليا دابا. هادي القاعدة هادي. عاوتاني ناقص بي تنقلب ليه الإشارة، زائد جذر 36 على جوج في واحد. هادشي من بعد مين تجيب الكالكوليتريس اللي تكتب بهذا الشكل، تكتب بهذا الشكل هي. أنا نخرجهم ديريكت. جاهز تحطو في الكالكوليتريس تبعتك العدد ديريكت. حط هاد على الكالكوليتريس. هي ناقص 4 ناقص 6 ناقص 10 على جوج هي ناقص 5. كيجي لي هادي اللي نختي. خدت بحال هادي حتى الفيزيك اللي مزيانة. بحال الفيزيك مخيرة كاع. صافي؟ بغيتي تعطيني ناقص 4 ناقص 4 زائد 6 هي ناقص 2 هي ناقص واحد، هما لقينا الحلول صافي. دابا حنا لقينا دلتا،
لا دل... هو حسبناه دلتا الا كان حسبناه الا كان دلتا موجب كاين جوج الحلول ها هما لقيناهم دابا نجي ندير جوج سالب الا كان دوك الحلول هما اللي تنديرو هنايا غير طلب انا مازال ما لقيناش الاشاره اش لقينا هي الحلول دابا عاد بين جوج دول الاشاره فهم اكس موال انفيني بلس لو بيش ما تفهمش علاش درنا حنا هاد الجوج اكس 1 اكس 2 حيت الا كان دلتا موجب تيكون جوج الحلول هاد المعادله يعني كاين جوج الاعداد غنعوضهم هنا في اكس واعطيونا زيرو يا غيكون هذا كيكون هذا بجوجهم الا عوضت ناقص واحد دابا حسبتينا بيعطيك زيرو زيرو بحال المثال اللي درنا زيرو تساوي زيرو المهم واحد ديريكت صافي لا لا هنا راه غلط هذا واحد ماشي ناقص واحد واحد صافي نجي عوض بواحد واحد اس 2 يا واحد واحد 4 في 1 يا واحد واحد زائد واحد هي شحال 5 5 ناقص 5 0 ها هو الحل هو الحل ولا ماشي حل حل عوض عطيني بناقص 5 ناقص 5 اس 2 هي شحال هي 25 4 في ناقص 5 هي شحال هي ناقص 20 هي ناقص 20 25 ناقص 20 هي شحال هي 5 5 ناقص 5 هي 0 هما اغلبيه تعطيوها لك هي هذيك إيه. لا تحسب انت هذا لا ماشي تحسب انت هي الا تبعتي هذه الطريقه وحسبتي هذو مقادتين هذوك العدد هما الحلول صح. انا دابا شرحت لك زعما اش تنديروا نفس الخدمه كنا تنخدموا قبيله غير بطريقه اخرى يا سي البال الا عندنا عدد في اكس زائد عدد تنحلوا المعادله عاديه تلقاو الحل المهم حتى تكون عندك هذه باش خاص تحفظها الا عندك عدد سوار. عدد في اكس وسي 2 زائد عدد في اكس زائد عدد خاصك دير دلتا ميتا دير دلتا دلتا كتساوي بي بي كاري ناقص كتاسي الا كان دلتا موجب في ثلاثه الحالات الا كان دلتا موجب كاين جوج الحلول هذا موجب هذا موجب ها هما لقيناهم يلا دابا نجيو جي لي اكس صافي دونك ناقص 5 هنا واحد ها الحل الاول جوج هما حلول تاعو نظر تيبقاش الاشاره اللي ندير هنا وهنا اشاره ا ندير تمشي ل ا لا تمشي ل ا كي جاي الاشاره ديالو موجبه موجبه موجب موجب هنا عكس اشاره ا تندير موجب ا ا العكس ديالها هنا صافي وخمسه جابوا واش بخمسه هذا ياك هذا حل ناقص ندير ا واش فهمتيني قبل اش كنا تنديرو في هذا الفوق هذا الحلول ولكن ا منين جبناها ا هي اللي عندنا هي باش خدمنا قبيله في دلتا هي واحد الاشاره ديالها واحد واحد يعني الاشاره ديالو كي دايره موجبه ها هي اشاره ا نكتبها لك هنايا بلون اخر نديرها بشي لوين هنا اشاره ا تانا اشاره واش خصك تعاودها معلم عكس اشاره ا صافي واضح شي تال هنا ديرهم في وسخ تال لا قدام ماشي في الوسخ في الجواب الاوتوماتيك تكتبوا واش غادي خصنا حيت غادي بيو نخدموا في الاعداد الوقت ديال خصكم حافظوا هادو هذا الشيء درتهم معاك مهم في الاعداد الوقت ديال كتبوا ورقه كاع اي ها نديرهم في ورقه لا لا غادي نكتب لك داكشي بداك تكتب داكشي بداك تكتب داكشي بداك فيديو في لا فيديو تعاود كاع احسن نديرو مثال اخر نديرو المثال اللي فيه دلتا تيسوا زيرو كاين يا دلتا موجب يا دلتا سالب يا دلتا تيسوا زيرو صافي نديرو جي لي اكس تساوي اش من رقم فين وصلنا 12 غادي نديرها باش كنطويرها شويه ها هو نديرو اكس و سي 2 ناقص 6 اكس زائد سود صافي دابا قلنا معادله من الدرجه الثانيه اجي دابا الدرجه الثانيه لا مازال ما درتش تساوي زيرو هي دابا عاد بتولي معادله هي ناقص 6 اكس زائد سود تساوي صفر قلنا اش خاصنا قول لي خاصنا ندير ا بي سي ها نفس الطريقه اشنو هو ا بي دو بدا اشنو هي ا هي اكس و سي 2 لا هو العدد اللي مضروب في اكس و سي 2 ايوا واحد واحد تما بي واش لا لا ناقص ناقص الاشاره ديالو كامله هذاك تسعود اللي ما فيه هذاك هو تسعود دلتا شفتيه عليا تساوي بي و سي 2 سي 2 ناقص ناقص 4 ا كان اصي اصي فوالا قلنا كل حرف تنبدلو بقوسين تنديرو ليه قوس تنديرو 4 تا هو قوس ناقص لا هادو دوك الحروف ما فهمت دابا ا ناقص 6 ا يا واحد هي 9 الا حسبنا ديك الكالكولاتريس 36 ناقص 4 ديما تتكون هاد ديما كاينه هذيك القايله صافي حسبوها وبطلع صنا هي زيرو 6
36 ناقص 36 صافي. الا كان دلتا تي سوا زيرو عندها حل واحد، ما عندها جوج الحلول، عندها غير حل واحد. عقل معايا قلنا الا كان دلتا موجب حلين داخلها موجب حلين، تي سوا زيرو حل واحد. حل واحد، حل وحيد صافي. يكون سهل دلتا تي سهل سهل، ولا ما كانش الحل هي اسهلهم كاع. إذا ما كاينش الحل ديالو ها هي السهل، هذيك تاع جوج هي الصعيبة. هذيك هي الصعيبة، ايوا هذيك اللي عكستني عاد صافي. اكس زيرو اش تنديرو تلبان؟ تندير ناقص بي ديك اللي كنت تعاود فيهم جوج عقلتي على جوج، او ما تنديرش جذر دلتا سهلة. شوف اشني ناقص بي كنا تنمشي لبي تنقلبو ليها اشارة هي ستة ناقص على جوج في واحد صافي. ستة على جوج هي ثلاثة، اول حل صح. وتنجي دابا جوج الاشاره عاوتاني كتير هذه المره يدير ثلاثه بوحده. ثلاثه بوحده حيت انت كيحلو واحد كتير موان بلس ثلاثه ثلاثه كتير اللي من موجب اشاره ا ياك. وهنا اش بغي ندير؟ سالي لا، الى عندنا اكس اس 2 ناقص ان اكس اس ان عدد في اكس اس 2 زائد عدد في اكس زائد عدد تساوي صفر، ولقينا كاين حل واحد اشارات اتنعاود جوج المرات هنايا تعاود جوج المرات ديال الحاله الوحيده اللي تتعاود الاشاره اللي تتم الزيرو تتعاود جوج المرات. كيفاش تعاود ديما في الزيرو؟ شوف لقيتي حل وحيد، لقيتي دلتا تساوي زيرو، اذا انا تعاود جوج المرات. الاشاره الا كانت افي سالب تدير موان موان، لقيتي موجب بلس بلس صافي صافي. ندير واحد الحاله اخرى اللي بيكون في... لا ثلاث حالات كاين، قلنا كاين موجب تساوي زيرو صغر من زيرو، صغر من زيرو كبر من زيرو تساوي زيرو صغر من زيرو. جي لي اكس نديرو واحد المثال، نديرو سيدي اكس اس 2 زائد اكس زائد واحد. إيه اللي بالك اكس اس 2 هو اكبر اس دلتا، دونك خصنا ا خصنا بي خصنا سي. شنو هو ا؟ واحد بي واحد سي واحد دلتا واحد لا دو بي اس 2 كات ناقص ناقص كات اس كات اس. قلنا كل حرف تنعوضو بي اس 2 تنعوضو بالاقواس واحد بي هو هذا واحد اس 2 الى حسبنا بلاصتنا ناقص 3 اذا اصغر من سالب صغر من الزيرو صغر من الزيرو ليس لها حل. هذه ليس لها حل، ما كتحسبش. نسيت انا ما درت لك اشاره ا هنا اشاره ا ليس لها حل، ما كاينش الحل ما كاينش الحل، ولكن كاين الاشاره ما نديرو ليها جدول الاشاره، ولكن رواد التكور هنايا هنا فين قلنا ما عندهاش حل. اكس جي لي اكس موال لانفيني بلس لانفيني اش غندير هنا؟ ناقص 3 على هذا حل؟ لا ندير دلتا نرجعو لهذوك كنا تنديرو رد البال. اشنو هما الاعداد اللي تنديرو هنايا؟ الحلول كاين عليهم الحلول الحلول ومن الاول حنا تنديرو الحلول. واش انا قلنا حنا ليس لها حل كاع ندير دونك واش غندير شي حاجه هنا؟ غنخليها ما يمكنش ندير شي حاجه هنا، والاشاره هي اشاره ا ما نزلش ديك اللعيبات الصغيره والو ما يمكنش. اشنو ليس لها حل؟ هي هذا ما عمرو غادي يكون تيسوا زيرو، ما كاينش شي عدد غتلقاه لا اللي غادي تعوضو من ار وتعوضو في اكس و سيتنا وتزيد عليه عاوتاني اكس اللي هو نفسو تزيد عليه واحد وعطيك زيرو امبوسيبل كاع. اذا ما كاينش ليس لها دائما موجبه، جي دي اكس موجبه هذا هو المهم. اذا كتبي هذيك اللعيبه في شي وراقه لا غتعاود تكتبهم هما كاملين وتنقلهم هادو دابا.